أجل تكييف القاعات الرياضية التي نشكر سيد المحافظ ورئيس هذه الألعاب لأنه أولا أعطانا الفرصة لإثبات أننا قادرين على هذه المرافقة، مرافقة تقنية بحتة، لأننا تمكنا في ظرف وجيز جدا من تكييف عدد القاعات أو كل القاعات التي ستحتضن الألعاب، يعني المنافسة في حد ذاتها. أيضا رافقنا بتوفير شاشات تلفزيونية من أجل يعني الكشف على النتائج آنيا في كل يعني التخصصات. اليوم كوندور كمتعامل وطني حاضرة وحاضرة بقوة كشريك رسمي لهذه الألعاب، وبهذا يعني نثبت مرة أخرى أننا أولا الوطنية هي يعني أولا وقبل كل شيء، هي أول حاجة تهمنا قبل الجانب التجاري وقبل كل يعني ما يمكن أن يكون في يعني نشاطنا. خارج التجهيزات، يعني كاين دعم من جوانب أخرى، يعني الدعم تاعنا أو دعم شركة كوندور يدخل في إطار نشاطها، يعني هو دعم تجهيزات، دعم من حيث السافوار فير، لأنه مش سهل أنك يعني أننا نجهز القاعات في ظرف وجيز بفرق جزائرية وبموظفي وعمال شركة كوندور في حد ذاتهم الذين تدخلوا في ظرف وجيز جدا من أجل استكمال هذه الأشغال. هذا الدعم كذلك يرافق ترويج لما علامة كوندور، يعني حتى عبر الحوض المتوسطي تفكرون في ربما توسيع مجالات رشاقتكم من خلال ألعاب متوسطية، يعني طبعا يعني احسن يعني احسن سفير للعلامه هو هي الرياضه، ان نكون رفقاء لاكبر حدث رياضي في حوض المتوسط هي يعني فرصه معتبره بالنسبه لعلامه او لعلامه كوندور، مع العلم اننا متواجدين فعلا في الاسواق الخارجيه خاصه منها الافريقيه وخاصه منها المتواجده يعني على حوض البحر الابيض المتوسط، اذكر منها تونس، اذكر منها ليبيا، كلها يعني أسواق واعدة بالنسبة إلى كوندور ومنها إلى الأسواق الإفريقية، وهذا يندرج في إطار الاستراتيجية العامة للجزائر للرفع من حجم الصادرات يعني خارج مجال المحروقات، وهذا ما نساهم فيه إلى حد الآن. شكرا جزيلا، بارك الله. في تجهيزات قاعات اللي ما كانش عندهم التكييف لكي يعني نقدموا للرياضيين تاع مستوى عالي، شيء ضروري في مثل هذه التنظيمات الرياضية، المنافسات الرياضية في الموسم الاصطياف. إذا هذه نقطة هامة، ولهذا طلبنا من شركة ريادية في هذا المجال تتدخل معنا، والجواب كان مباشر من طرف مسيرين شركة كوندور لكي يعني نقدر نقدم هذه الخدمات تاع مستوى عالي في بطولة الألعاب في هذا المجال. وكذلك الشركة قدمت لنا أجهزة تلفزيونية لتسمح لنا كذلك يعني نجاوبوا على الطلبات التكنولوجية في القاعات الرياضية والملاعب لتقديم للمتفرجين حاضرين أو عبر التلفزة متابعة
المنافسة بالأرقام والصور.